السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد سليم في برنامج أساس في دين المسلمين. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن النورمال ميتابوليزم للسكر، في الحلقة الثانية اتكلمنا عن تايب 1 دايابيتس، في الحلقة الثالثة اتكلمنا عن تايب 2 دايابيتس. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن سيمبتومز أوف هايبرجلايسيميا. خد بالك الفيديو النهاردة جزئين، جزء لحضرتك لو أنت ما انتش في المجال الطبي أنا هقول لك أعراض مرض السكر ببساطة، والجزء الثاني لو حضرتك في المجال الطبي لابد اقول لك الاعراض وايه الميكانيزم اللي حصلت عشان توصلني للاعراض دي. هختصر لحضرتك اعراض السكر في 8 نقط. النقطة رقم 1 هتعمل حمام بول كتير. النقطة رقم 2 هتلاقي ريقك بينشف. النقطة رقم 3 تشرب مية كتير ودايما عطشان. النقطة رقم 4 وزنك بينزل بشكل ملحوظ. النقطة رقم 5 بتجوع كتير وتاكل كتير. النقطة رقم 6 هتحس بإجهاد دايما. النقطة رقم 7 هتلاقي في عندك مشكلة ودايما غالبا عندك صداع، دايما مصدع. النقطة الأخيرة هي اضطراب في الرؤية، الرؤية عندك مش مظبوطة قوي. تمام كده لأي حد مش في المجال الطبي. أما لو حضرتك في المجال الطبي استنى محتاجك هسألك سؤال، كل عرض من الأعراض الثمانية ده ايه الميكانيزم بتاعه؟ ازاي وصلنا ليه بسبب ارتفاع السكر؟ تعالوا نمسكهم نقطة نقطة. السيمبتوم رقم 1 البوليوريا، يعني حجم البول كتير خلال اليوم، وفريكوينت يورينيشن، يعني المريض بيعمل حمام بول كتير. في اكتر من آلية هنا، هو اولا ده بسبب الهايبرجلايسيميا، ارتفاع السكر في الدم، ولما السكر يبدا يرتفع في الدم الكلى بتعدي الرينال ثريشولد اللي هو زاد عن 180 هتبدا ترشحه وتنزله في البول، والميه بتجري وراء السكر فبالتالي حجم البول هيزيد، وده معروف باسم الاسموتيك دايوريسيس. تمام، وفي آلية اخرى ربما يكون بسبب ان الجسم عايز يطرد السكر ده لانه عالي في الدم فيبدا يطرده في البول. ده العرض رقم 1. السيمبتوم رقم 2 الدراي ماوث. ببساطه الآلية انفاكت يعني غير معروفه للان، ولكن ربما يكون الغدد اللعابيه ما فيهاش سوائل كافيه تقدر تفرزها. طيب السبب ايه؟ ممكن تكون مسحوبة منها عشان تعوض حجم الدم او عشان البوليوريا، وبالتالي هيحصل جفاف في الفم ويعرف به اسم زيرستونيا. السيمبتوم رقم 3 ثيرستي، الاحساس بالعطش، ودي اشارات من المخ بتقول لك اشرب مية علشان الخلايا دهايدريتد بسبب البوليوريا، وده معروف باسم البوليتيبسيا. السيمبتوم رقم 4 unexplained weight loss، بتلاقي وزنك نزل بشكل مفاجئ وغير ملحوظ unintentionally، عامة وانت ما لعبتش في الدايت بتاعك ولا عملت اكسرسايز. تمام، السبب ايه؟ ان الخلايا دلوقتي مفيش فيها جلوكوز، انتراسيلولر مفيش جلوكوز وهي عايزه طاقه، هتضطر تاخد الطاقه من المواد المخزنه زي الفات في الادبوس تيشو والبروتينز في الماسلز. السيمبتوم رقم 5 هانجري، الجوع الشديد increased appetite. جوه الخلايا مفيش جلوكوز يعني مفيش طاقة، وبالتالي عايز طاقة فالمخ يبدأ يقول لك كل، أنا جعان عايز أكل، ده معروف باسم البوليفاجيا أو الهايبرفاجيا. السيمبتوم رقم 6 الفتيج أو tired feeling أو exhaust، حاسس بالإجهاد. هو هل في فرق بين التيردنس والفتيج؟ طبعا تايردنس او تايرد فيلينج هيروح لو انا ارتحت وقعدت وارتحت هبقى كويس، اما الفتيج حتى لو قعدت وارتحت هفضل مجهد. هنا من اعراض الهايبرجلايسيميا هو الفتيج. طيب السبب ايه؟ ببساطه ان السكر العالي في الدم جوه الخلايا انتراسيلولار مفيش جلوكوز يعني مفيش طاقه يعني هحس بالفتيج. طيب في سبب تاني؟ من كتر الاعراض التانية اللي موجودة زي البوليوريا هحس بالفتيج. طيب ممكن سبب تاني من الكومبليكيشنز ومضاعفات السكر هحس بالفتيج. طيب وربما يكون بسبب فقد بعض العناصر في البول هحس بالفتيج، وممكن بسبب تكسير البروتينات والدهون في جسمي هحس بالفتيج. السيمبتوم رقم 7 البلورد فيجن، الرؤية معاك مش مظبوطة قوي، في تموجات كده والالوان مش تمام،
طيب السبب ايه ببساطه؟ انه حصل ليكج للفلويدز لانها هايبر اوزمولر بسبب السكر العالي في الدم، فوصلت لللينسز، الفلويدز دي وصلت لللينسز وبدات تعمل فلويد فيجن. السيمبتوم رقم 8 والاخير الهيديك او الترابل كونسنتريشن او الترابل ثينكينج. في اكتر من راي، الراي الاول بيقول ان مع فلكتويشن في مستويات السكر في الدم ده ربما بيغير في مستويات الهرمونات زي الابينفرين والنور ابينفرين، واللي بيعملوا كونستريكت للاوعيه الدمويه اللي بتغذي المخ وبالتالي يعملوا صداع. او حسب ما قالت الانترناشونال هيديك سوسايتي، وقالت انه بيحصل اوكسيبيتال نورالجيا بسبب النيوروباثي. طيب حد يسالني ويقول لي طيب الاعراض دي هحس بيها لو الجلوكوز في الدم زاد عن كام؟ هو غالبا الموضوع متراوح من شخص لشخص، مفيش رقم معين، ممكن لو زاد عن 150 نحس بالاعراض دي، او 200 او 250، تمام؟ فمفيش رقم معين. مش مصدقني يعني اجيب لك الناس الغريبه؟ يعني اجيب لك حد غريب؟ تعالى مايو كلينيك قول للباشا لانه مش مصدقني. ايوه عرفت بقى هم قالوا، تمام؟ اقراها لك، تمام. symptoms do not usually occur until glucose is above 200 milligrams per deciliter، تمام؟ اقول لك معناها كمان. طيب يعني عاده الاعراض ديت مش هتحس بيها الا لو كان الجلوكوز معدي ال 200، تمام؟ دي المصادر بتاعت الحلقه النهارده. نلقاكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.